انتو من افضل لعيبه اللي شفناهم اليوم في رياض، ولكن ثلاثه لعيبه مش حيكملوا معنا في البرنامج. كل السبعه الاشخاص كانوا مرتبكين، اولهم انا. اول واحد هو جمال محمد شهري، ثاني لاعب نعيف غالب، معلش تفضل، ثالث لاعب عمر مسلي. قال الثلاث الاشخاص وطلعوا فريحنا، بعدها شوي قال اخر لاعب اللي مش حيكمل معانا في البرنامج حيختار اسال قادم. اوكي بلش يجي يحوم ويلف حولنا. وانا كنت اكثر واحد متوتر، جاء لف ووقف قدامي ورجع لف ووقف وراي. زعلت ايوه، بس هذا شيء يشجعني اني لازم اشد حيلي واتحسن. مبروكين شباب، منورين. مبروك جايز. ان شاء الله باذن الله ننافس على اللقب.